بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحان دراسات اجتماعية على النظام الجديد، نظام الترم الأول 2021، طبعا خاص بمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. هنحل نظام الأسئلة، هو نظام اللي هو الاختيار ما بين الأقواس، بتختار الكلمة الصحيحة ما بين أربع اختيارات. ده اللي خاص بمادة الدراسات، وهنا الدراسات عليها 40 درجة وحوالي 5 أسئلة. طيب أنا جبت لكم أول سؤال اللي هو سؤال الخريطة، لو هو هيجي بالنظام الاختياري هنحله إزاي، هوريكم نحله إزاي مع بعض. مثلا رقم واحد قناطر، هنا رقم واحد قناطر، إسنا ولا نجا حمادي ولا القناطر الخيرية ولا نهضة أسيوط. ببص على الخريطة واشوف اني قناطر، وهبص طبعا على الاختيارات واختار منها. طبعا هنا بيسهل علي الاختيارات، طبعا جدا سهلة جدا، غير ما انا الاول ما كنت هكتب الاختيار من نفسي، ممكن اكون ناسي، بس الاختيارات هنا هتفكرني. طبعا فوق ثانية انها بيبقى قناطر، يا اولاد زي ما انتم شايفين قناطر نجا حمادي، هنا بيبقى قناطر نجا حمادي. طب لو تحت ثانية انها بيبقى قناطر اسنا، يبقى احنا هنا فوق الثانية هنختار قناطر نجا حمادي. النقطة اللي بعديها رقم اتنين منطقة زراعية، ولا الدلتا ولا منخفض الفيوم ولا الواحات. رقم اتنين هنا منطقة زراعية، الوادي، يبقى على طول هنختار دي، هنحط تحتيها خط. طيب اللي بعديها بحيرة، هنا بحيرة ايه؟ زي ما انتم شايفين هنا بحيرة في نهاية نهر النيل، اللي هي بحيرة ناصر، اللي هي بحيرة مياه عذبة، يبقى بحيرة ناصر. نختار بحيرة ناصر، نحط تحتيها خط. السؤال اللي بعده، ترعة الإبراهيمية ولا النبارية ولا الإسماعيلية ولا بحر يوسف. نبص هنا على الترعة رقم أربعة، ترعة الإبراهيمية لأنها وراء نهر النيل على طول، ترعة الإبراهيمية أول الوادي، يبقى هنختار الإبراهيمية، ومننساش نحط خط الكلمة اللي احنا هنختارها. النقطة اللي بعديها بعد ما خلصنا كده سؤال الخريطة، هنشوف النقطة اللي بعديها الأسئلة العادية. تظهر الأراضي الزراعية على شكل مدرجات في سيناء ولا دلتا ولا الفيوم ولا وادي النيل. طبعا على طول هنختار، برافو عليكم، الفيوم. الأراضي الزراعية في الفيوم على شكل رقم اتنين، تتركز صناعة الألمنيوم في نجا حمادي بمحافظة، النقطة اللي بعديها تتركز صناعة الألمنيوم في نجا حمادي بمحافظة إنا، تتركز صناعة الألمنيوم في نجا حمادي بمحافظة إنا. ثلاثة، من العادات السلبية في البيئة الزراعية كثرة الإنجاب، احترام الكبير، التزاور فيما بينهم. طبعا احترام الكبير والتزاور فيما بينهم ده هنا عادات إيجابية، يبقى على طول كثرة الإنجاب من العادات السلبية للبيئة الزراعية. من العادات الإيجابية لسكان البيئة الزراعية زيادة الإنجاب، التعاون، الزواج المبكر طبعا للإناث، تفضيل الذكور. يبقى هناخد ايه؟ الزواج من العادات الايجابية لسكان البيئة الزراعية، التعاون لان الباقي سلبية. صناعة العطور من الصناعات الهندسية ولا المعدنية ولا الكيميائية ولا الغذائية. صناعة العطور من الصناعات الكيميائية.
طبعا نظام الأسئلة هنا سهل، اللي هو الاختيار من متعدد، مفيش أسهل من كده. رقم 6، الزراعة على المياه الجوفية توجد في الوادي ولا الدلتا ولا شبه جزيرة سيناء ولا الصحراء الشرقية؟ الزراعة طبعا على المياه الجوفية في الصحراء الشرقية. السؤال اللي بعده، يعد نقط من محاصيل المنسوجات البنجر ولا الأرز ولا القطن ولا القمح؟ يعني المحصول اللي احنا بنصنع منه المنسوجات والملابس، طبعا القطن. رقم اللي بعديها، صناعة العطور من الصناعات الكيميائية، صناعة العطور من الصناعات الكيميائية، لأن العطور طبعا مش من الصناعات الهندسية ولا المعدنية ولا الغذائية، فما فيش قدامي غير الكيميائية. تتعدد المعالم السياحية في البيئة الزراعية مثل عين السلين بمحافظة الشرقية ولا أسوان ولا الغربية ولا الفيوم؟ عين السلين بمحافظة الفيوم. أما تل بسطة طبعا في الشرقية. طيب 11، يقوم نشاط صيد الأسماك في البيئة الزراعية في البحر الأحمر، البحر المتوسط، نهر النيل، بحيرة المنزلة. هنا نشاط صيد الأسماك في البيئة الزراعية في نهر النيل، طبعا نهر النيل هنشوف بقى التاريخ كده. احنا خلصنا أسئلة يعني كويسة، حبة أسئلة كويسين اللي هم مين في الجغرافيا. هنشوف التاريخ، احتل الفرنسيون الإسكندرية في عام 1798 بعد مقاومة حاكمها، مين حاكمها؟ كان مين حاكم الإسكندرية في وقت احتلال الفرنسيون لها؟ محمد كريم ولا الشيخ السادات ولا عمر مكرم ولا الشرقاوي؟ محمد كريم. رقم 2، تخلص محمد علي من نقط في مذبحة القلعة. محمد علي كان عاوز طبعا ينفرد بالحكم، ففي مذبحة القلعة عام 1811 تخلص من الزعامة الشعبية ولا الجنود الألبان ولا الإنجليز ولا المماليك؟ المماليك. هنحط خط تحت المماليك. البعدية، سؤال رقم 3 في التاريخ، كانت مصر قبل مجيء العثمانيين تحت حكم، قبل مجيء العثمانيين كانت تحت حكم مصر كانت تحت حكم المماليك ولا الفرنسيين ولا الانجليز ولا الايوبيين؟ المماليك. المماليك. المدينة التي فشل الفرنسيون في فتحها بسبب بسالة اهلها وقوة اسوارها، وطبعا هنا كان القائد احمد باشا الجزار اللي كان بيحكمها، هنا المدينة اسمها ايه؟ القاهرة ولا العريش ولا عكا ولا رشيد؟ طبعا كانت في بلاد الشام واسمها عكا. حط خط تحت عكا. ارسلت انجلترا حملة الى مصر في مارس عام 1807، هنا حملة بقيادة، الحملة البريطانية بقيادة فريزر، نيلتون، كليبر، مينو. فريزر، يبقى نختار فريزر. الذي قام بالاستيلاء على مدينة القسطنطينية، سليم الأول، محمد الثاني، عثمان ابن أرطغرل، محمد علي. هنا القسطنطينية اتفتحت واستولى عليها محمد الثاني او محمد الفاتح سنة 1453.
يبقى محل ثاني نحط خط رقم 7. القائد الذي قام بمفاوضة العثمانيين في اتفاقية العريش. القائد هنا اسمه نيلسون نابليون مينو كليبر. كليبر في اتفاقية العريش اللي كان بيتفاوض مع العثمانيين كليبر، وطبعا المفاوضات فشلت بسبب تدخل بريطانيا أو إنجلترا. ما بريطانيا أو إنجلترا. رقم 8. أرسل السلطان سليم الأول أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة. إلى إيه؟ الأستانة يعني ولا اليونان ولا الحجاز ولا تونس، طبعا الأستانة لأن هي عاصمة الدولة العثمانية، وطبعا هو حاكم الدولة العثمانية اللي هو السلطان العثماني. يبقى هنختار إيه؟ الأستانة. رقم 9. كان مقر الحكومة المركزية في عهد محمد علي فيه. مقر الحكومة المركزية في عهد محمد علي في الأسكندرية، القاهرة، الغربية، الجيزة. الحكومة المركزية كانت مقرها في عهد محمد علي في القاهرة، وطبعا الديوان العالي كان رقم 10. اقتصر التعليم في عهد الحكم العثماني في مصر على، طبعا التعليم احنا عارفين في عهد الحكم العثماني كان في تخلف وما كانش فيه اهتمام بأي تعليم ولا ثقافة ولا العلوم اللي هي العلوم الطبيعية، ما كانش فيه اهتمام غير بالدين الشريعة. طب هنا الاهتمام بالتعليم اقتصر، هنا لأن اقتصر التعليم هل في المدارس ولا الأزهر الشريف ولا الجامعات ولا المدارس الفنية، لأن هو كله تعليم ديني، فيبقى الأزهر ايه؟ الشريف. حط خط رقم 11. قام السلطان نقط بطرح تومون باي محمد علي سليم الاول محمد الثاني. طبعا بعد احتلال سليم الاول لمصر في معركة الريدانية عام 1517، هنلاقيه ان هو وهو رايح تاني راجع تاني للأستانة خد معاه امهر الصناع. مين؟ سليم الاول. رقم 12. اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح اكتشفه البرتغاليون ولا الفرنسيون ولا العثمانيون ولا البريطانيون؟ طبعا البرتغاليون عام 1498 ميلاديا. كان نائب للسلطان في الولاية ومقر حكمه القلعة الحامية ولا الوالي ولا الديوان ولا المماليك. هنا نائب السلطان العثماني كان نسميه، كنا بنسميه الوالي او الباشا. كده يكون خلصنا مجموعة الاسئلة المهمة اللي هي ممكن يجي منها اختيارات مهمة. ان شاء الله يا رب تكونوا بس استفدتوا من الامتحان النهاردة، وأتمنى لكم النجاح وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.